ما هو انا برضو لما اجي اتكلم اقول حق. انت كنادي سايبه لغايه ما عقده قرب ينتهي وما قعدتش معاه اتكلمت في التجديد والكلام ده قبل الفتره دي ليه؟ مع مين؟ مع سيف. انت بعد كده لما تسيب الامور تعدي منك، كان في يوسف قبلها كمان ويوسف اسامه نبيه. فانت يعني معلش الزمالك بمر بمرحله صعبه جدا جدا واخطائها مخاطرها هتظهر فيما بعد على الكره المصريه. لانك انت ما تقدرش تتنازل عن ضلع اساسي لقوه الكره المصريه، لانه هو بشكل او اخر هو عامل توازن مع الاهلي في 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 المنافسه. ما اقدرش اقول ان انا اقدر تكون في مسابقات بالشكل ده وعلى الشعبيه وعلى الجماهيريه، هم عصب الكره في مصر. مين المسؤول عن كده؟ الاداره طبعا. اداره الزمالك الاداره ولا مفروض على الاداره حاجات معينه؟ والله يعني ايه مفروض على الاداره؟ يعني مين؟ يعني هل في عوامل خارجيه وضعت إدارة الزمالك في هذا الأمر؟ لا، الإدارة ولا تتحمل هي أخطاءها؟ التفتت ده من الداخل. بص بمعنى إيه؟ آخر ما هو يعني أصل الانهيار اللي حصل سريعا ده ملوش دعم، يعني ما حدش يقول لي ده من برا أو في سبب. لا 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 ما تسائل يعني. لا ما هو بص هو يعني فيها 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 جوانب عوامل داخلية وعوامل خارجية نتيجة تراكم أمور لم يتم حسمها أو البت فيها. تمام. نتيجة بقى حجوزات على الأرصدة وعدم استقرار، وكمان يعني أنا عاوز أكون برضو صريح، في فرق ما بين الأهلي وما بين الزمالك. أبناء الأهلي والكابتن فاروق ممكن يتفق معايا، أنا كنت لسه والله على لساني هكلمك في نقطة مهمة زي كده، بيدعموا النادي وكلهم بيقول لك النادي الأهلي هو اللي عملنا، النادي الأهلي صاحب فضل علينا كلنا، رغم خلافات او الترشيحات والمنافسه في الانتخابات حتى من المتنافسين في الانتخابات بعد انتهاء الانتخابات باي شكل من الاشكال، مين اللي ناجح؟ كلنا بنبقى في ظهره وفي دعمه وبندعمه وبنقف معاه، عكس نادي الزمالك كلنا بنقطع في بعض. لو جبت جمال مدير فني انا هقطع فيه، ولو جابني هقطع فيه وفاروق هيقطع فيه، كلنا بنتصارع. تحس مع يعني انا مش عاوز اقولها انه مفيش حب في الزمالك، ما بيحبوش بعض. ومشكله الزمالك اللي انا لاحظتها في الايام اللي فاتت دي كلها، كلنا بنحاول حتى من رموز نادي الزمالك ونجوم كبيره لعبت فيه. طيب. بنكسر في نادي الزمالك. في نقطة مهمة جدا، دائما حائط الصد الأول هو جماهير أي نادي. الجماهير مظلومة، جماهير نادي الزمالك مظلومة. جماهير الأهلي، وأنا يعني بما إن أنا تجربتك في الأهلي. لا لا أنا بتكلم عامة. حائط الصد الأول هو الجمهور، أما الجمهور بيلاقي حاجة فيه غلط سواء من مجلس أو من يعني لاعب قديم أو بتلاقيه هو بيتصدى ليه. جمهور نادي الزمالك وضعه فين؟ في النقطه دي هل في تصدي ولا بيسيب الامور انها تعدي؟ لان في المشكله اللي في نادي الزمالك بقى لها فتره موجوده في عمليه الحجوزات والشخصيات اللي بتبقى عايزه فلوسها ولا فين مصلحه النادي، واللي هو في الاخر الجمهور هو اللي بيدفع ثمنها. هي بص يا كابتن، زي ما قال استاذ ايمن كده، انه ابناء نادي الزمالك مش ايد واحده. خلينا واقعيين، يعني المشكلة دي بينت اكتر سيف. طبعا المشكلة دي وغيرها على فكرة، في لا مشكلة مثلا الحجوزات والكلام ده في فرق. يعني كلهم بيضع مصلحته اولا. أيوة. يعني ما بيحطش ثم مصلحة النادي، ما بيحطش مصلحة النادي رقم واحد، وما بيراعيش انه يعني مثلا من ساعة ما المهندس محمود طاهر في الاهلي خسر الانتخابات محدش سمع عنه حاجه، حد سمع له تصريح خالص. ما ده شيء يحترم. ليه؟ خلاص الجمعيه العموميه كان لها وجهه نظر انها تختار كابتن محمود الخطيب والقايمه بتاعته كلها، خلاص الكل اتفق على ده، مظبوط؟ صح. ومحدش تدخل ومحدش حاول يحارب من بره. وانا اقول لك مثل تاني، الكابتن طاهر ابو زيد مثلا كان بيدعم المهندس محمود طاهر بعد الانتخابات على طول،
قال لك نهنئ الكابتن خطيب وقائمته واحنا في ظهره وفي دعمه وكلنا سبورت ليه. فهي الفكره انه في كيان بيحافظ على نفسه فبيتقدم باستمرار، في كيان اخر الناس بتحاول بتلعب في الثوابت بتاعته.